أخبار كرمة أبو سالم مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور ينضم إلينا. أهلا ومرحبا بك صالح. الكثير لنسأل عنه، المنطقة شهدت غارات خلال الساعات الماضية، منها بالقرب من المنطقة الحدودية مع مصر التي تشهد موجة نزوح وتواجد لنازحين في هذه المنطقة، ما أثر ذلك عليهم؟ وكذلك ما تأثير ما يقوم به المستوطنون من منع دخول المساعدات ومن دخل كذلك من جثامين خلال الساعات الماضية؟ بالفعل يعني جئتها ثلاث نقاط تعرضت لها هذه المنطقة في الغضون الساعات القليلة الماضية: القصف الإسرائيلي أولا، والذي طال أراض حدودية، وكنا قبل قليل قد مررنا بهذه المنطقة وشهدنا أثار القصف الإسرائيلي. كان القصف حتى في محيط مبان سكنية وكذلك خيام للنازحين كانت مجاورة لهذا القصف على تلك المنطقة الحدودية، تقريبا في محيط أو بجوار بوابة صلاح الدين. هذه المنطقة تعرف ببوابة صلاح الدين، كان هناك غارة إسرائيلية بالأمس وشهدنا رماد حتى هذا القصف الإسرائيلي قد وصل مناطق بعيدة نسبيا عن منطقة القصف. في الجوار كان هناك منازل وكذلك كان هناك أيضا خيام للنازحين في محيط هذه المنطقة، لكن لا إصابات في هذا القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قصف المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني. جرى ذلك خلال هذه الحرب عدة مرات، وبين فترة وأخرى تقوم قوات جيش الاحتلال بالإغارة على هذه المناطق. أما فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم التي نحن الآن متواجدون في إحدى ساحاته، تم إعاقة عمل دخول الشاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم في الأيام الماضية، لكن استؤنف هذا العمل وبدأت الشاحنات تعاود الدخول من خلال معبر كرم أبو سالم بعد عملية تفتيش هذه الشاحنات والمساعدات بعد إدخالها من الجانب المصري، ثم تتم عملية التفتيش وثم يتم إدخالها إلى الجانب الفلسطيني. لكن ومع ذلك ما زلنا نتحدث عن محدودية هذه المساعدات وهذه الشاحنات التي تدخل. بحسب آخر الأرقام وحديثنا مع هيئة المعابر والحدود، الرقم لم يتجاوز 130 شاحنة خلال الثلاث أو اليومين الماضيين عندما تم استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، فيما لم تدخل حتى البضائع الخاصة، لم تدخل البضائع الخاصة إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة، وما يدخل هو فقط مساعدات من الجانب المصري، ولم يتم كما قلنا دخول أي شاحنة حتى الآن إلى القطاع الخاص. وهو بالمناسبة يعني أمر مهم، ليس فقط دخول المساعدات هو الأمر الذي ينتظره الفلسطينيون، لأنه كثير من هذه المساعدات لا تلبي كل احتياجات الفلسطينيين. يعني على سبيل المثال هذه بعض الشاحنات التي تدخل كمساعدات، هي عبارة أغلبها مواد غذائية، لكن الاحتياجات الأخرى من ملابس شتوية، من أيضا أغراض أخرى تعتبر يعني أغراض منزلية وما شابه، هذه لا تدخل إلا عبر القطاع الخاص أحيانا، وهذه لم تدخل حتى هذه اللحظة إلى قطاع غزة. في ظل هذه الأجواء والمنخفضات الجوية هناك حاجة لدخول مثل هذه الأصناف من البضائع، وبالتالي ينتظر أن يتم فتح هذا المعبر لإدخال هذه الأنواع من الأصناف من خلال معبر كرم أبو سالم بعد، وكذلك من الجانب المصري. إضافة إلى ذلك أن جزء من هذه المساعدات، هناك حديث حتى من بعض السلطات المحلية أن أكثر من 50% تقريبا من هذه المساعدات ليست ضمن أولويات سكان قطاع غزة في الفترة الحالية. بمعنى يعني شاهدنا خلال اليومين الماضيين أنهم أدخلت مواد كانت تستخدم في فترة انتشار وباء كورونا، عبارة عن الملابس البيضاء هذه التي كانت تستعان فيها في المستشفيات، تم إدخال كميات كبيرة منها إلى قطاع غزة، وهذه هم ليسوا بحاجة إليها فعليا في الفترة الحالية. كذلك بعض أيضا الأمور الأخرى كالمياه وغيرها، هناك كميات كبيرة دخلت منها خلال الأسابيع الماضية، في حين كانت الحاجة بحسب السلطات المحلية هو عملية زيادة دخول الوقود لمحطات تحلية المياه حتى يتم تشغيل هذه المحطات وتزويد السكان أيضا بكميات من المياه العذبة، مياه الشرب، وهكذا يعني في كثير من الأصناف
السلطات الصحية والسلطات المحلية تتحدث أن بعض هذه المساعدات أيضا تدخل هي ليست ضمن الأولويات، لكن المطالب تستمر في موضوع زيادة عدد الشاحنات التي تدخل، خاصة وأن هناك يعني معلومات تتحدث أن آلاف الأطنان ما تزال موجودة في الجانب المصري متكدسة، وهذه تنتظر لفترات طويلة، وبعضها مواد قد تتلف مع مرور الوقت، وبالتالي هناك حاجة لزيادة دخول هذه المساعدات من خلال المعابر. أيضا ما تم إعاقة دخوله خلال فترة إغلاق معبر كرم أبو سالم لم يتم تعويضه حتى الآن، نتحدث عن رقم يقارب 130 شاحنة. عندما تم إغلاق المعبر كانت يدخل من الجانب المصري ما لا يزيد عن 80 شاحنة فقط، وكان متوقع أن يتم زيادة هذه الكميات مع إعادة فتح واستئناف العمل وإدخال أيضا المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم، لكن هذا لم يحدث. ما زلنا نتحدث عن أرقام لا تتجاوز 150 شاحنة، في حدود 130 إلى 150 شاحنة. وبالتالي هذا الوضع هو فيما يتعلق بدخول المساعدات والبضائع من خلال معبر كرم أبو سالم.